الصلاة الإبراهيمية على النبي عليه الصلاة والسلام. يون صلوات إبراهيمية طول النبي صلى الله عليه وسلم. لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة الإبراهيمية في الصلاة زيادة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. أمين رواية بنجي شبه ما تامين سيدنا نوكنون بيدا يون صوت اللهم صلي على محمد. وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم من بي سيدنا كي ادمين تي النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد ادم لا يشك في هذا مسلم نبي صلى الله عليه وسلم كي جي جواي كون ادم كي ادمين اي تي ثا كو اي سانساي تي كي جي جواي نقول النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد ادم عليه الصلاه والسلام يين كو تتو سكوال ثا نبي كي جي جواي كون ادم ده لكن هنا في الصلاه في الصلاة الإبراهيمية في الصلاة لا نزيد هنا سيدنا لكن نقول هو سيد ولد آدم في خارج الصلاة عليه الصلاة والسلام. كبنتا يين أبن تين سيدنا نو بيدا يين صلوات على النبي يين صلى الله عليه وسلم نو كنون سبعة يعني تي تيموي نم يين تطوس صلاة كوات كوجي جواي ني كون آدم. لأن لابد نصلي الصلاة على ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم. يبرون يين ترو صلاة تولى النبي تام أبيدا النبي صلى الله عليه وسلم من تام. الآن ركع إنسان راكع في الصلاة يركع نعم لو بيدا المنوك كم فونتس ركوك نو يقول سمع الله لمن حمده لو بيدا كي صوتها سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ربنا ولك الحمد صوته ثم يقول والشكر تراوي ما كي تهنها والشكر هذا الشكر زيادة ليست واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم صوت سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد هاي يين تايم بي موجود والشكر لو تايم اكون นั้น كوتها اكا تايم นั้น كيو อด مين مو بي نبي صلى الله عليه وسلم تي كا من تايم الشكر امر مطلوب تي موي นั้น اكون นั้น كيو كي تيم تي او يين تراو تا اكون تو جبو الله سبحانه لا بد ان نشكر الله يين تراو تا اكون تو جبو الله سبحانه لكن هنا لا يجوز هنا ان يزيد في الصلاه والشكر يشكر الله سبحانه وتعالى نعم لكن هنا الزيادة والشكر لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم. جن جي موي نجيم كي تيم تي أو جن أكون بنتاي نحن نسمع يان جن أمين تراو تايم الشكر تي في كروب في أمين ما في النبي صلى الله عليه وسلم جن جن حياة بنا لا النبي صلى الله عليه وسلم بنتاي بنتاي. عليه الصلاة والسلام.